أكيد أنا اليوم حاضرة فرحانة مع أختي نرجس، الله يفرحها بنيتها. وحنا كفنانين كإخوة دائما خاص تكون أصلا هذه المبادرات، وكيف ما أنا كنفرح كيفرحوا معايا خوتي الفنانة، فالله يسعدها والله يصاوب لها، الله يصاوب لها بلا صلح بلا والو، إن شاء الله ترجع أيام أحسن من اللي كانت. ما فرحتي نرجس الحلقة؟ هو فرحانة، أنا فرحانة معاها كأم وكامرأة وسعيدة أكثر أن شفت الفرحة في عينيها. وأنا قلت لكم درت ألبوم فيه ألوان بلادي، يعني في جميع الألوان الغنائية، فاختاريت درت لون راي، غنيت الرقادة، ودابا غتشوفوني في لون حساني، وغتشوفوا أغاني أخرى كذلك، غتشوفوا الشعبية، غتشوفوني في ألوان جديدة. كنقول الناس تهلاو في والديكم اللي عندهم محية وعنده باه حي، تهلا فيهم ما حدهم فوق الدنيا، أما لا ماتوا بلا ما تقول والو. وأحسن صدقة جارية هو تدعي لهم ودائما تذكرهم بالخير. ايه ولكن دابا راه سدوا الحدود، كان المفروض انه يدخل قبل شهر ونص، باقي ما دخلش لانه مسادي الحدود. ان شاء الله ربي يجيبه على خير ونفرحوا بخوه لانه عرس ديال خوه قريب. تابعوني دائما جديدي عبر اشواقه، كنموت عليكم كاملين.
Oh yeah!
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.